Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I'm very glad to meet you again in this lesson. So today we will gonna have the part of the body, inside part of the body. Before we start, let me thank all of you for join my channel, subscribe, watch my videos. For those whom they are not joined, please open YouTube, then write Isa Al-Harbi, then press in subscribe, to get all the lessons every day. Okay, let's start. Number one, pancreas. بمعنى البنكرياس. البنكرياس يعني اليوم ناخذ كلها يعني أجزاء الجسم الداخلي، بنكرياس من البنكرياس. أوكي. نمبر 2، برين. بمعنى المخ، يعني العقل أو المخ أو الدماغ. دماغ برين. اوكي. نمبر 3، سكول. بمعنى الجمجمة. سكول بمعنى الجمجمة، يعني الجمجمة سكول. اوكي. نمبر 4، بلادر بمعنى المثانة. بلادر بمعنى المثانة. نمبر 5، سبلين. سبلين بمعنى الطحال. سبلين بمعنى الطحال. نمبر 6، سكلتون. سكلتون بمعنى الهيكل العظمي. سكلتون بمعنى الهيكل العظمي. نمبر 7، جول بلور بمعنى المرارة. جول بلور بمعنى المرارة. جول بلور. نمبر 8، ويند بايب بمعنى القصبة الهوائية. ويند بايب بمعنى القصبة الهوائية. نمبر 9، تونسيلز.
sales. Turn sales. Turn sales. Turn sales. بمعنى اللوزتين. اللوزتين. Turn sales. بمعنى اللوزتين. اللوزتين. Number 10. Vin. 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 بمعنى الوريد. الوريد. Vin. بمعنى الوريد. الوريد. Vin. تكلمنا عنه قبل كده أيضا. قبل اليوم تكلمنا عن Vin. كنا بمعنى الوريد. ولكن اليوم كررناه لأنه أجزاء الجسم الداخلي. قلنا فين بمعنى الوريد. أوكي. نمبر 11. Artery. 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 بمعنى شرايين. شريان أو شرايين. Artery. شرايين. شرايين. Artery. Artery. Number 12. Kidneys. Kidney. Kidneys. 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 بمعنى الكلى. الكلى. Kidneys. بمعنى الكلى. الكلى بمعنى كيدنس. نمبر 13. بلود فيزلز. بلود فيزلز. بلود فيزلز. بلود فيزلز بمعنى الأوعية الدموية. الأوعية الدموية. الأوعية الدموية. Blood vessels. Blood vessels بمعنى الأوعية الدموية. Number 14. Large intestine. Large intestine. Large intestine. Large intestine. Large intestine بمعنى الإمعاء الخليظة. الإمعاء الغليظة. الإمعاء الغليظة. Large intestine. Number 15. Small intestine. Small intestine. Small intestine. بمعنى الإمعاء الدقيقة. الإمعاء الدقيقة. Small intestine. Small intestine بمعنى الإمعاء الدقيقة. Number 16. Colon. 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 بمعنى colon. Colon أو colon. 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 Number 17. Liver. 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 أيضا قبل اليوم تكلمنا عنه قلنا الكبد. الكبد. Liver بمعنى الكبد. تكلمنا عنه قبل اليوم. Liver بمعنى الكبد. Number 18. Lungs. 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 Lungs بمعنى الرئتين. الرئتين. Lungs بمعنى الرئتين. الرئتين بمعنى lungs. Lungs. Number 19. Hair. Hair. Hair.
هير بمعنى القلب، القلب. هيرت بمعنى القلب. Number 20 stomach. 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 Stomach بمعنى المعدة. 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 Stomach بمعنى المعدة. المعدة. So guys, this is 20 names of part of the body inside human being. Inside the human being. So we will gonna stop here. Thank you for watch this video. So we'll meet tomorrow at Galloway. So stay healthy. God bless you all. Thank you.